تسرحوا في الفاصل، لان لو سرحتوا اللحظه القاضيه ممكن. نشوفكم بعد الفاصل. كل عملاء وي جبنا لك عالم جديد من المزايا. وي بونس اقوى برنامج مكافآت، هتجمع نقط وهيجي لك كوبونات خصم وشراء تشتري بيها اللي انت عايزه من اماكن كتير. مع وي بونس ما تخليش حاجه في نفسك. وي قبل اي حد. قول للماما ان انا نزلت. مش غريب شويه اللي انت بتاكله ده؟ هو ده اللي غريب برضو؟ رو قرمشته قوية تغطي على أي حاجة مش طبيعية. ودلوقتي رو حجم أكبر وكمية أكتر وبنفس السعر. الجو بره حر أوي، أوعى تنسى. رو أول بطاطس كاتل كوكت في مصر. مشاريع اورا ديفلوبرز. تايب باي باند اسود الدفع ذكيه وبنفس امان الكارت. وكمان ووتر بروف. قدم على البطاقه الائتمانيه من سايب واحصل على باي باند مجانا وهدايا المشجعي الاهلي. للتقديم ابعت كلمه اهلي على 1166 وزور اقرب فرع. Shake off the cold this winter at Zed Park's annual Zed Winter Festival, opening this November with new rides and everlasting experiences. Zed Winter Festival is ready to give you the biggest surprise of the year. Be the first to enjoy the thrilling attractions and the tasty cuisines. And while you're there, don't forget to ride the infamous Zed-Eye. Spend your winter with us at Zed Park. To purchase your ticket now, visit tickets.zed-park.com. Zed Winter Festival at Zed Park. Spark happiness this winter. احنا كجيمرز يومنا مقلوب، ما بنامش اقل من 12 ساعه، بننام 14 ساعه منهم. مين انا ما بتحركش يعني؟ انا اوقات ممكن اروح سينما. مفيش وقت الواحد ينزل يجيب اي حاجه، بقى كل حاجه اونلاين، ف نجيبها اونلاين. اسلوب حياتكم ده خطر على صحتكم، خد قرار من غير اعذار. كفايه انقناقه في الاكل الغلط، لان مفيش احسن من الوجبه المتكامله، والنوم بالليل هيخليك نشيط الصبح وحركتك يبقى كلها حيويه وتستفيد بيومك اكتر، لان صحتنا في اسلوب حياتنا. مبادره رئيس الجمهوريه لدعم الحياه الصحيه، حمله 100 مليون صحه من وزاره الصحه. في كل مكان في العالم وعلى مر الزمان، ابطال حفروا اسمهم في التاريخ. سبقوا الزمن ورفعوا كأس العظمة. البطل دايما فارق جناحه سابق. مهما اختلفت الوجوه وتغيرت الاسامي، مهما عدى الزمن، تمنعت عليهم سنين، ولكن الاهلي يضع النجم التاسع كرويا على الخميس. الاهلي بمن حضر. الضغط والسكر دي امراض بتعيش مع الانسان العمر كله، فبلاش تستهتر بيها. والاخطر من المرض نفسه ان احنا ما نتابعش العلاج الصح اول باول. علشان كده بدات حمله وزاره الصحه في كل حته في مصر من خلال مراكز الصحه والاف الوحدات الطبيه المتنقله، هدفها كشف وعلاج الامراض المزمنه زي الضغط والسكر، وكل ده في امان وبالمجان. مبادره رئيس الجمهوريه لعلاج الامراض المزمنه، حمله 100 مليون صحه من وزاره الصحه.
اهلا بيكم مره تانية. خلاص سيب موبايلك، اذا كنت ماسك موبايلك في الفاصل واخد بالك حد يمسك الموبايل يا راجل. بالظبط كده. ونرجع لفقرتنا المحببه وهي فقره ريمونتادا. فكرة رومونتادا المرة دي بتتكلم عن فكرة إقحام اسم النادي الأهلي لما البعض بيحاول يصنع شعبية ربما تكون بطريق خاطئ. متأكدين إن احنا مرينا بظروف رياضية كانت صعبة خلال الفترة الأخيرة، متأكدين إن الظروف دي كانت بتحاول ترسخ لفكرة إن وارد جدا الصوت العالي هو اللي يكون ماشي في طريق الانتصارات لما بتتحقق بعض الإنجازات للصوت العالي، لكن دائما وأبدا لن يصح إلا الصحيح. احنا دلوقتي جاوبنا على السؤال اللي كنا بنسأله، هو ليه الشخص اللي واخد سكة الأخلاق والقوانين واللوائح في مشكلة معاه والأشخاص الآخرين ماشية معهم بدون مشاكل؟ أعتقد الحمد لله ربنا كرمنا عشان نقدر نجاوب على السؤال ده، إن لما تصبر وبتجتهد وبتعمل في صمت وفي أخلاق ومبادئ بتقدر توصل لأكبر إنجازات ممكن توصل ليها. لكن الحقيقة البعض يا فارس عاوز ياخد نفس السكة. بس أحمد أنا معاك في حتة أنت قلتها بالنسبة لي لازم أقف عندها. إن الناس اتأثرت فعلا، المسؤول يا أحمد بقى يفهم إن الجمهور محتاج ده. بالظبط. الجمهور عايز اللي يبدأ يثير مشاكل، وحتى لو هو جاي في موقع جديد يبدو لي إن الدنيا مش تمام، فيبدأ يحسس الناس إن لا أنا اللي هقف، أنا اللي هتخانق، أنا اللي هعمل، أنا اللي بالصوت العالي، أنا اللي محدش هيقف قدامي. ودي برضو المشكلة. برضو هاخد من كلامك تاني اللي انت قلته إن مش ده اللي بيكسب، خصوصا لو طبيعة الشخص نفسها مش كده. فأولا إنه يحافظ على طبيعته، وأفتكر كلمة قلناها في البداية خالص بيت شعر قلنا والمرء بالأخلاق يسمو ذكره. لو انت حافظت على ده صدقني والله هتنتصر، والناس اللي بتنتقدك دلوقتي هي اللي هترجع تسقف لك دلوقتي. بس تصبر. لا ده في نقطة كمان يا فارس، هو المسؤول أمام مسؤولية كبيرة جدا. لو في اتجاه الجماهير واخده لسكة فيها تعصب أو فيها خروج عن النص، انت كمسؤول لازم يكون لك موقف ودور تاريخي ان مش ده الصح يا جماعه. اسمها مسؤول يعني. الصح ان يكون الاتجاه وفق لوائح وقوانين ومش صوت عالي ابدا. الكابتن ايمن يونس خرج ضده هاشتاج من جماهير نادي الزمالك، تاني يوم بالظبط كان ليه المداخله دي عشان نعرف ازاي تاثير جماهير نادي الزمالك على المسؤول في نادي الزمالك خلال الفتره الاخيره. نسمع الفيديو. بيقول ايمن يونس تصريح قوي قوي يا ونس، اي نادي سيتفاوض مع لاعب من الزمالك سنفعل ذلك مع جميع لاعبيه. انا لن اقبل في الاخر ان اي حد يتفاوض مع اي لاعب من نادي الزمالك، وكمان ده في غير المده القانونيه. احنا قادرين قوي يا كابتن واقوياء قوي، صحيح، ونقدر قوي نتفاوض مع اي لاعب في اي نادي، فلن نسمح باي افكار او باي محاولات تشتيت او باي حد يستنصح او حد يفتكر نفسه ان هو فوق اي حاجه. وبحذر وبقول منطقه ممنوعه تماما، وكمان بقول للكبار بتوع اي نادي عايزين نعيد الاحترام. احنا ناس محترمين قوي، لكن اي حد هيتجاوز حدوده احنا قادرين نتجاوز حدودنا. الحقيقه كلام بكل يعني كلام سعيد. الكابتن طارق يحيى بنفسه شاف ان التصريح ده فيه صعوبة او قوي قوي، وقال له يا وينس وكده، يعني العلاقة اللي بينهم طبعا زمايل الملعب وكده، وان كان الكابتن ايمن يونس ما عجبتوش التعليق ده، لكن في النهاية الكابتن ايمن يونس قال احنا قادرين هنقدر هنتجاوز هنعمل. كله كلام فيه ابراز لقوة عشان يرد على جماهير نادي الزمالك، وبيتكلم عن فكرة ان احنا عايزين نعيد الاحترام. احنا بقالنا سنين من هنا ومن خلال كل القنوات الشرعية للنادي الاهلي واعلام النادي الاهلي بنتمنى ان احنا نعيد الاحترام للرياضة المصرية، وكلنا كنا عارفين الاسباب. احنا ما خرجناش عن اي نص، احنا الكابتن محمود الخطيب ملوش اي تصريح يسيء لاي شخص في المنظومة الرياضية، بالعكس في النادي الاهلي بالعكس ولا اي حد، بالعكس ده طلع بيان ان احنا عاوزين نحترم كل الاندية بلا استثناء، نحترم لاعبي كل الاندية. وقت ما جماهير النادي الاهلي يعني بدات تترد على بعض اللاعبين اللي بيخرجوا عن النص، فيا كابتن ايمن احنا اللي بنطالب حضرتك والله، احنا محتاجين اعاده الاحترام، محتاجين انت تقف وقفه مسؤول، وانا بتوسم فيك ده انك هتقف وقفه مسؤول وهتخرج من فكره تاثير الهاشتاج اللي عمله جماهير نادي الزمالك، وهتبدا
تروح لسكه الاحترام بين الانديه وفكره اللوائح والقوانين والصوت الهادي وتشتغل بس في خلال ناديك، لان لما تحب تكسب شعبيه بلاش سيره النادي الاهلي. وان كان احقاق الحق يا فارس، هو الفيديو اللي احنا جبناه ده ما اتكلمش عن النادي الاهلي، فوارد واحد سالني يقول لي طب هو جاب سيره النادي الاهلي في ايه؟ ما انا حسيت للحظه ان في تربص، كابتن ايمن بيتكلم في كلام عادي. والله العظيم هقول لك ان مانشستر بهدل. لا 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 ما فيش، انا الناقي الثلاثيه واخدها، ما فيش حاجه هتزعلني ابدا. خلاص فوارد ان انت وانت بتتفرج كابتن ايمن يوسف بيتكلم كلام عام عن الحفاظ على حقوق نادي او كده. على فكره لو لحد هنا احنا كنا مستحيل نتناول ده في البرنامج، وده شأن ما يخصناش. حتى اللي بيلمح بحاجة وما بيتناولش النادي الأهلي بشكل واضح احنا بنحاولش نرد عليه. بس لما تيجوا تشوفوا الموضوع وصل لاستعراض قوة عامل ازاي، ويمكن مش من كابتن ايمن يونس اللي لغته اهدأ شوية، لا لما نسمع كالعادة كابتن خالد الغندور وهو بيتكلم على لسان كابتن ايمن يونس نشوف لغة الحوار اتحولت ازاي. نطلع ونسمع الفيديو. ومعلش كلمة أخيرة على لسان كابتن أيمن يونس رئيس اللجنة الفنية، بيهدد أهو أمير توفيق، هتكلم أي لعيب من نادي الزمالك كابتن أيمن يونس هيكلم 10 لعيبة من النادي الأهلي، لازم يكون في أسلوب محترم يدار به ناديين كبار زي نادي الزمالك والنادي الأهلي. مرة تانية كابتن أيمن يونس بيوجه لكلامه الأمير توفيق مدير لجنة التعاقدات، ملكش دعوة بلعيبة نادي الزمالك وأحمد السيد زيزو وعقده مستمر، وما ينفعش تكلم لاعب ده شغل، ده لابد أن يعاقب طبعا أمير توفيق، وأمير توفيق مش هيعمل ده بدون الرجوع للي ماسكين الكورة، لجنة التخطيط أو مجلس الإدارة. يعني زي ما كوبرتان هو باعث الحركة الأولمبية، أنا في رأيي كابتن خالد الغندور هو باعث التعصب الإعلامي. يعني ده لقب هو يستحقه عن جدارة. بيزعل على فكرة. لا أنا مش متخيل إن في إعلامي ممكن في قناة النادي الأهلي يوجه رسالة لمسؤول نادي الزمالك ويقول فلان في النادي الأهلي بيهدد فلان في نادي الزمالك. دي لغة غير رياضية بالمرة. يعني إيه كابتن أيمن يونس بيهدد أمير توفيق؟ المصطلح ده اتقال ازاي؟ وتاني حاجة، امتى انا بخلق تعصب يا جماعة؟ عشان احنا لما بنيجي الرد بيقال ان احنا اللي بنثير تعصب، والله عمر ده ما حصل. انا عايز اتكلم في حقيقة واضحة، انا عندي لوائح وقوانين حاكمة، اذا تفاوض نادي مع لاعب على ذمة ناديه وخلال فترة التعاقد مش خلال الفترة اللي هي الست شهور بتاعة السماح، وعليه انه يخطر ناديه وقتها كمان، هنا وقتها بيقدم النادي شكوى مدعمة وبيطبق عليه لوائح. لو انا عندي الحاله دي كنت هتتقبل كابتن خالد الغندور يقول الكلام ده بدون برضه لفظ يهدد. مفيش حد في النادي الاهلي بيتهدد، مفيش حد في النادي الاهلي بيتهدد، وده لفظ غير مقبول بالمره استخدامه اعلاميا ضد اي مسؤول في النادي الاهلي او اي حد بيعمل في النادي الاهلي. اللفظ ده غير مقبول اطلاقا. مش كده بس يا فارس، شفت تبع اللفظ بايه؟ قال عايزين علاقه محترمه بين الناديين. يعني انت جاي بالزبط. تقول بهدد وعايز علاقه محترمه، ده خطاب تحريضي غير اعلامي بالمره. ولكن حتى لو كان عندك واقعه زي دي كنت تلجأ لده، انما في النهايه هو كلام مرسل، كلام بيثير تعصب، كلام بيخلي الجمهور يمسك في بعضه، كلام حتى احنا ما فكرناش نتناول. انت عندك لاعب، لما النادي الاهلي فعلا يفكر يضم لاعب او يبعت عرض او لو حتى عقده منتهي ساعتها نقدر نتكلم، انما حتى الاهلاوي ما في، انا ما شفتش اهلاوي بيتكلموا على زيزو خالص. بص يا فارس، القصه مش كده، القصه ان في ازمه مع لاعب معين، فبالتالي انا بطلع اروج لفكره ان النادي الاهلي بيتعاقد مع اللاعب ده، فيبقى عندي مبرر ان انا ازود عقد اللاعب ده، فبدخل الاهلي في الموضوع. وعندنا طبعا الكابتن امير توفيق هو اللي قفل بقى الموضوع. ناخد بقى لما اتكلم مسؤول من النادي الاهلي دون ان يذكر اشخاص، دون ان يسيء لاي احد، قال ايه؟ قال بلاش تكذبوا الكذبه وتصدقوها، يا ريت كل مسؤول او اعلامي يتحمل مسؤولياته. وهو ده، وكلام كمان مش مجرد رد، ده حد عارف بيقول ايه، ويكون داعم بجد لنبذ التعصب. والله العظيم عاجبني منطق الرساله، لانه هو ارى كمان ما وراء الكلام. الانتصارات بتكون في الملعب مش مجرد بطولات زائفه على السوشيال ميديا. استقيموا يرحمكم الله، واحنا بنقول نفس الرساله، استقيموا يرحمكم الله في رسالتكم الاعلاميه وفي تعاملكم مع الجمهور، لان احنا كده عمرنا ما هنواجه تعصب، لا ده احنا بنخلق تعصب. كابتن خالد راجع نفسك في طريقه حوارك
وفي الرسالة اللي انت بتقدمها، لان لا يليق ان انت تتكلم عن النادي الاهلي بالشكل ده ابدا. انا اختلف معاك، انا مش هوجه الرسالة لكابتن خالد بقى. كابتن خالد اتكلم على لسان كابتن ايمن يونس. كابتن ايمن يونس، اتمنى ان انت بعد كده تختار توجه رسائلك بنفسك، حتى لو فيها بعض الانتقاد او فيها بعض الامور الغير منطقيه، فمش بيكون بالصوره دي. كان كلامه مختلف بالظبط، مش بيكون بالصوره دي. وزي ما بنقول وزي ما بدانا الفقره، بنختم الفقره بنتوسم في كابتن ايمن يونس وكل رجالات نادي الزمالك اللي بيديروا المرحله الحاليه في نادي الزمالك، نتوسم اعاده الاحترام بالفعل. وانتم عارفينه او انتم عارفين هتقدروا تعيدوا الاحترام منين وازاي، لان النادي الاهلي بيرحب بدايما بالعلاقات المحترمه. ده موضوع قفلناه، لكن الكابتن ايمن يونس برضو معانا في موضوع تاني، بس موضوع والله العظيم احنا معاه وموافقين عليه، بس عشان جايبينه عشان بس نعرفكم ان تعرفوا المعلومه دي وتعرفوا اللي بيتم، عشان ما تجوش بعد كده تقولوا اصل اتحاد الكره الاهلاوي. احنا البرنامج الوحيد اللي كان مرحب بوجود استاذ عمرو الجنايني في كل البرامج الرياضيه، وقلنا احنا حابين ده عشان هيكون شاهد على انتصارات النادي الاهلي، وهيتغير من كابتن من الاستاذ عمرو الجنايني قبل المسؤوليه وبعد المسؤوليه. وانا متاكد ان هو بعد يسلم بطولات النادي الاهلي الفتره المؤخره بقى فاهم ازاي النادي الاهلي بالفعل بيحقق البطولات، وبقى شايف بعينيه ان نجاحات النادي الاهلي نجاحات معتمده على مثلثات او مراكز قوه داخل النادي الاهلي، اداره، جهاز فني، لاعبين، جماهير. لكن الكابتن ايمن يونس كان عنده وجهه نظر في مساعده اتحاد الكره برئاسه الاستاذ عمرو الجنايني، نسمع عشان نسجلها للتاريخ برغم ان احنا معاه. نشوف الفيديو. الناس كلها محدش بيقول لا. بالمناسبه زي اتحاد الكوره لجنه الاستاذ عمرو الجنايني ما قالوليش لا في حاجه، كان حتى لما اختلفنا مليون كده تقريبا. مظبوط صح، مظبوط. ولما كلمناه كلمته بشكل مباشر قال لي طب ايه، قلت له انا لسه مستلمي، ما تقوليش فرقتك مش تقدر تحط القايمه بتاعتك وانا عندي ماتش. قال لي ما يعني ما فيش اي نوع من انواع التصرف. قال لي لا، قلت له لا ما فيش اي نوع من انواع التصرف. احنا دلوقتي محتاجين ان احنا نحط فرقتنا، وبعد كده عندنا فلوس اول لما تيجي هنعمل نوع من انواع الجدوله. واتفقنا على نوع من انواع الجدوله. والراجل تقبل بصدر رحب وقال حاضر ومن عينيا وتحت امركم. في تعاون من داخل قناه النادي الاهلي بندعم نادي الزمالك، شايفين واصلين لحد فين، وبنقول مع اتحاد كره القدم في انه يتجاوز عن اللوائح والقوانين من اجل خدمه نادي الزمالك في الظرف اللي هو فيه، ويسجل قائمه لاعبي نادي الزمالك دون ان يدفع نادي الزمالك المستحقات المتاخره اللي عليه، وده على عكس اللي تم مع النادي الاهلي. شوفوا واصلين لدرجه ايه، احنا مع ده، بس انتوا سجلوا ده فارس. مهم جدا كمان الطرح ده، عشان لسبب احنا هيعدي علينا سنين وهيجي يتقال ان كان الاهلي بيجامل من اتحاد الكوره، زي ما جينا استرجعنا ذكريات من سنين لكابتن محمد لطيف وهو ليه بعض الادوار وعرضناها هنا بوضوح. احنا بنسجل برضو ان الامور لو كان فيها شكل من اشكال المجامله فما كانش بيبقى النادي الاهلي اطلاقا، عشان هنسمع رئيس الاتحاد استاذ عمرو الجنايني وهو رايه ايه فيما يخص القيد لنادي ما سددش مستحقاته. نطلع ونسمع. وزي ما قلت محدش هيأيد غير لما يحصل تسويه كامله. حصل تسويه كامله؟ الكلام ده يا فندم انا بقول لك اهو، حصل للاهلي والزمالك وجميع الانديه اللي بيجي يأيد بيعمل تسويه كامله. تمام. وبيجي بالحساب من وجهه نظره والحساب من وجهه نظري وفي حسابات والكلام. بص الارقام ما ينفعش نقعد نتكلم فيها. طبعا طبعا. ده جامل ده وجامل ده. هتجامل على حساب شغلك واسمك؟ مش ممكن. مش ممكن هتجامل على حساب اسمك وشغلك وشهرتك وسمعتك، مستحيل، عشان الناس تبقى واضحه. المهندس عمرو الجنايني صعب ان هو يجامل او يحابي الاهلي او الزمالك او اي فرقه على حساب نفسه. دي لا يحدث. تصريح قدامكم، مفيش نادي هيقيد الا لما يحصل تسويه كامله لمستحقاته، كامله لمستحقاته، ومفيش اي استثناءات للاهلي ولا الزمالك. والوضع هو ده، الوضع ده ما كانش قائم دلوقتي، وزي ما قلنا ما عندناش مشكلة، بس ما حدش يجي يقول في أي لحظة إن النادي الأهلي كان بيجامل. شفت حماس مهيب وبيتكلم لن يحدث ولم يحدث بالتأكيد. طب أنت ليه جاي بتتكلم عن فكرة ما يمكن حصل مع النادي الأهلي؟ لا، إحنا عندنا موقف واضح جدا. وقت قيد كهربا النادي الأهلي كان مطالب بسداد كل المتأخرات اللي عليه عشان كهربا يتم قيده. نشوف الفيديو اللي بيأكد الواقع عشان تبقى الأمور متاحة للجميع وتقدر تقيم مين اللي بيتم مجاملته. ما يتعلق بالإعاء
بالقيد بتاع يناير، فما فيش نادي هيسمح له المديونيات اللي عليه. ده خبر مؤكد. يعني بالبلدي مثلا، نادي الاهلي عايز يقيد كهربا يوم 1 يناير عشان كهربا يلعب يوم 1 يناير، ربما يلعب يعني مباراه الاهلي مثلا مع مصر المقاصه ويقيده في نفس اليوم افريقيا عشان يكمل بيه. الاهلي عليه مديونيه حوالي 8 مليون جنيه لازم يدفعوا، والزمالك عليه مديونيه حوالي 16 مليون جنيه لازم يدفعوا عشان يقيد، يكون له حق القيد. ده امر مؤكد مليون المية، ما ينقصوش واحد. هو الاهلي عليه 8 مليون والزمالك عليه 16، بس النادي الاهلي دفع 15 مليون بالفعل عشان يتم قيد كهربا، لان احنا قلنا هنا ان النادي الاهلي مع اللوائح ومع القوانين. حتى لو فكره ان حد تاني بيتجامل، النادي الاهلي مش بيتجامل. فاتتك دي. ايه؟ الثمانيه اكبر من 16. الثمانيه اكبر من 16. بقت اكتر من 5 دلوقتي. حاجه صعبه جدا. النادي الاهلي دفع الفلوس زي ما حضراتكم شايفين 15 مليون، ما كانوش 8 زي ما الاستاذ مدحت شلبي او كابتن مدحت شلبي قال، ودفع النادي الاهلي 15 وتم قيد كهربا. والحقيقه ان ال 16 بتوع نادي الزمالك يا فارس اعتقد كان لهم حكايه في ترحيلهم او جدولتهم. بص يا احمد، كان لهم حكايه، وعشان كده عايزين بس نعرض الفيديو ده عشان نقفل بيه الحته دي، لان مهم جدا نعرف ما ينبغي ان يكون عموما بعد ما نتخطى الازمه بتاعت الزمالك دي، ما ينبغي ان يكون لكل الانديه، خصوصا على لسان مسؤول كان وقتها كابتن محمد فضل. وللامانه اختلفنا مع كابتن محمد فضل في حاجات كتير جدا، ولكن انا مش ميال لفكره ان يخرج كابتن محمد فضل وكابتن احمد عبد الله من الاتحاد ويبقى الاتحاد بيدار بثلاثي يدونهم. انا مع فكره ان الناس دي مهم جدا تواجدها، خصوصا لما اسمع الفيديو ده، لان في بلان كامله اعتقد لازم تكمل لاخرها، وكل الاعضاء بيكون لهم تاثيرهم، خصوصا لو فعلا كان برضو في ملفات مهمه معاهم. رغم تختلف تتفق، ولكن قوه الاتحاد نفسه وقوه تاثيره وقوه القرارات هنلاقي مشاكل اعتقد هتظهر اكبر. نروح ونسمع الفيديو. انه الزمالك علشان ماضي على اقرار بان اي فلوس تيجي له من الكاف توصل لاتحاد الكره، فاتحاد الكره ياخدها من مديونيات الزمالك، قرر انه يروح للكاف مباشره وياخد فلوسه كاش. حصل؟ حصل. حصل؟ حصل. ازاي؟ ازاي ما تعاملتوش مع الثغره دي؟ لا مش ثغره، هو اللي حصل والاهلي. والاهلي عمل كده؟ بس الاهلي مش ماضي على اقرار. اه. والاسماعيلي تقريبا ماضي او بيراميدز حاجه كده، يعني كانوا اربع انديه. وحصل الكلام ده، الزمالك كان ماضي على اقرار ان انت اي فلوس ان هو عنده تقريبا في الارصده البنكيه محجوز عليها، محجوز عليها، فانت اي فلوس بتدخل على طول دايركت للاتحاد المصري، ثم الاتحاد المصري بيطلع ان انت في حجز. تمام. فالفتره اللي فاتت انا بتكلم على المستوى الشخصي، انا فوجئت ان فلوس طلعت لكن ملهاش علاقه بالاتحاد المصري. ما يعني مفيش حد يعني مفيش حد في الاتحاد المصري عمل حاجه. انا بوضح يعني راح الاتحاد الافريقي، يمكن كان رئيس الاتحاد الافريقي كان كلمني وانا في السوبر وشرحت له الموقف وقلت ان في مديونيه على نادي الزمالك وماضي اقرار. تمام. وطلعت له كل حاجه ووضحت كل حاجه، وكان في فعلا فلوس دخلت كتير جدا اخر مباراه السوبر، المركز الاول دخل على طول على حساب الاتحاد. تمام. طبعا ده الطبيعي بيحصل لغايه ما تخصم المديونيات، وفي الاخر عرفت ان في فلوس دخلت ما اعرفش ازاي، كان حاجه قانونيه ما اعرفش. الزمالك خدها كاش من الكاف، دي فلوس ايه؟ فلوس افريقيا الكونفدراليه، فما اعرفش ازاي طلعت للانديه. يعني الاهلي ما عنده، يعني الاهلي ما فيش مشكله خالص، نادي الاهلي ما فيش مشكله، بس الاهلي راح خد كاش. الانديه الاخرى ما فيش مشكله، ما اعرفش، ما كانش عليه فلوس، ما اعرفش. لا الاهلي ما عليهوش فلوس. اه لكن القصه في الزمالك مؤكده، طلع الفلوس ازاي؟ اجراء، خلي بالك ده حقه. بص حق لا ما تقدرش تاخد اجراء، ده حقه. بس هو طلع وماضي. فدي طبعا حاجه اتعملت، بس احنا كل دورنا ان احنا على طول الموسم القادم هيبقى في اي نادي، مش نادي الزمالك بس. تمام. اي نادي هيتوقف القيد لغايه ما يسدد جميع مديونياته. هو بقى ده المهم، جمله جميع مديونيات. وعشان كده انا قلت البعض هيعتقد، احنا كتير جدا كنا بننتقد كابتن محمد فضل، طب ليه بتقول كده دلوقتي؟ لان هو كان ماسك ملف، كان بيقول انا كلمت رئيس الكاف في الموضوع وقلت كذا كذا، النادي لازم يسدد جميع مديونياته. فانت لقيت دلوقتي وضع مختلف خالص، رئيس الاتحاد هو اللي بيتكلم في الموضوع وبيتكلم عن تسويه وجدوله ومفيش مشكله، يعني مفيش حاجه خالص دلوقتي تقدر تعملها؟ لا مفيش. طب خلاص ماشي هنتصرف. هي دي، لا انا عندي المسؤول يبقى موجود وحاسبه على كلامه، غير ما اصلا الخطه اللي اتعملت ما تبقاش موجوده، فما اعرفش حاسب حد، وان كان اللوائح المفروض تحكم الجميع. هو الفكره كلها اللي احنا عايزين نوضحها ونؤكد ان نادي الزمالك كان عنده مديونيات وقت قيد كهرباء في النادي الاهلي يناير،
تم ترحيلها بوعد ان الفلوس هتيجي من الكاف تروح لاتحاد كره القدم المصري. الكاف راح لنادي الزمالك الفلوس، فحصل ايه؟ المديونيه زادت ووصلت لصفقات الصيف ده، فاللي حصل ايه؟ تم جدولتها والله اعلم هيتم دفعها امتى. كنا حابين نوضح النقطه دي برغم ان احنا معاها وبندعم نادي الزمالك، لان في النهايه يهمنا جدا ان منافسنا يكون قوي، لان بنستشعر لذه البطولات لما يكون المنافس قوي. ده موضوع وقفلناه. عندنا موضوع تاني للكابتن رضا عبد العال.